حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. مشاورات السويد، الحرب أكبر من الملعب اليمني. ميليشيات الحوثي تقصف بقذائف الهاون أحياء بالحديدة. موقع ألماني ينقل عن نشطاء حديثهم حول حظر غير معلن في مصر على بيع السترات الصفراء للشركات. أهلا بكم. في منتجع ريمبو الهادئ بقلعة جوهانسبرغ السويدية انطلقت مشاورات السلام اليمنية، ورغم الطقس شديد البرودة إلا أن التصريحات النارية للوفدين المشاركين في الأيام الأولى للمفاوضات رفع من حالة السخونة السياسية. هكذا يفتتح موقع المشاهد نت تقريره حول المشاورات والتي عنونها مشاورات ستوكهولم، الحرب أكبر من الملعب اليمني. يفيد الموقع وجها لوجه وقف وفدا الحكومة والحوثيين بعد عامين من محاولات فاشلة لتقريب وجهات النظر بينهما، واستمعا لخطاب طويل للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي لم يعرب عن تفاؤله بنجاح المشاورات بشكل واضح. تأتي محطة السلام هذه مصحوبة برغبة دولية عارمة في إيقاف الحرب في اليمن وبسجل كبير من المأساة الإنسانية، حيث تتضاعف معاناة اليمنيين بصورة مخيفة يوما بعد يوم. وطبقا للموقع فإن بعض المشاركين في المحادثات اعتبروا أن هذه المشاورات هي جولة تمهيدية لبناء الثقة فقط، فمن المنتظر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في يناير المقبل في الكويت، لكن ذلك بالتأكيد مرهون بالتقدم المحرز في السويد. يتطلع اليمنيون إلى مخرج سريع من الحرب الطاحنة منذ 4 أعوام، إذ تبدو المشاورات هذه المرة أكثر واقعية من ذي قبل، مدفوعة بمعطيات محلية على الأرض وعوامل إقليمية متعددة. لكن يبقى السؤال، هل يعتبر ذلك كافيا لإنهاء أزمة لم تعد ذات طابع محلي صرف؟ يرى السفير اليمني في الأردن علي العمراني أن المشاورات ستمكن المجتمع الدولي من رؤية ميليشيا الحوثي على حقيقتها، وهي تلك الجماعة التي رفضت السلام وهي محاصرة في جيوب جبال صعدة. كيف بها تقبل ذلك وهي تسيطر على مدن اليمن وعلى مؤسسات أقامها الشعب على مدى عقود؟ وأضاف في المقال، الحوثيون يخوضون الحرب منذ أكثر من 14 عاما وهم على وشك دخول السنة 15، وهم لم يذعنوا للسلام عندما كانوا ما يزالون قلة في مناطق معزولة في صعدة ومران. أما وقد استولوا على صنعاء وتوسعوا في كل اتجاه بالعنف والقوة وسيطروا على سلاح الدولة ومؤسساتها والكثير من مقدراتها، وساعدهم تحالفهم مع صالح في تغلغلهم اجتماعيا في مناطق كثيرة، إضافة إلى تأخر الشرعية والتحالف في حزم موضوع جبهات ليست بصعبة. فإن الحوثيين ليسوا في أضعف أحوالهم اليوم مقارنة بما كانوا عليه، وبالتالي فإن جنوحهم للسلم بشروطه العادلة لجميع اليمنيين ما يزال أمراً مستبعداً وبعيداً، ولن تحقق مشاورات السويد الشيء الكثير سوى معرفة من لم يعرف حقيقة الحوثيين. ولابد من التأكيد أن هزيمة الحوثي كانت وما تزال ممكنة جداً، وشتان بين إمكانيات الحوثي وإمكانيات التحالف العربي المساند للشرعية اليمنية وما يمكن توفيره من إمكانيات لقوات الشرعية، لكن الحاجة كانت وما تزال قائمة وملحة لتقييم وإعادة النظر في الرؤية والاستراتيجية المتبعة في القضية اليمنية من قبل الأشقاء في التحالف العربي، وبما يخدم كل من اليمن والتحالف العربي في المدى القريب والبعيد. ولو نظرنا إلى ما يجري في عدن منذ تحريرها لأعطانا الدلالة أين تكمن المشكلة، وقد كان يعول أن تكون عدن عاصمة ومقرا دائما لرئيس اليمن وحكومة اليمن وبرلمانها ولجميع أحرار اليمن ورؤوس أموالها، ومنطلقا لتحرير تعز وصنعاء وكل مناطق اليمن. ولأن ذلك لم يكن فقد خسرت عدن وخسرت اليمن وخسرت التحالف العربي. قال مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في دراسة حديثة إنه في ظل تحول موازين القوى الراهنة تواجه الحركة الحوثية خيارات محدودة ميدانيا في إطار الانهيار المتوالي والسريع لميليشياتها على الجبهات وفقدانها نقاطا استراتيجية وقدراتها النوعية، خاصة مع استهداف قواعد الصواريخ التي نشرتها في العديد من الجبهات واستهداف المخزون الاستراتيجي من السلاح على النحو الذي حدث في الحديدة
وصادا. تتابع الدراسة التي نشر موقع الحرف 28 مقتطفات منها أنه فيما يتعلق بمسار المفاوضات يبدو أن خيارات الحوثيين تقلصت عن ذي قبل، حيث تنتهج سياسة المماطلة والعرقلة إما بالتأخر عن المواعيد أو عدم المشاركة من الأساس وفرض شروط مسبقة. وفي ظل المؤشرات الميدانية والضغط الدولي سيكون من الصعب على الحركة استخدام نفس النهج إلى جانب تقلص فرص فرض الاشتراطات أو الحصول على مكاسب أكبر بسبب تقلص مساحات الهيمنة والنفوذ، خاصة أنها تدرك أن بقائها في صنعاء فقط لن يشكل لها مكسبا استراتيجيا، إذ أن خسارتها جبهات الطوق يعني عمليا خسارتها تلك الورقة، بل سيفرض عليها تداعيات أشد وطأة مع خسارتها منفذ الحديدة، ومن ثم ستشكل لها المفاوضات عمليا طوق نجاة. لما هو غير معلوم أرسلت ميليشيا الحوثي وفدا للتفاوض في السويد، وفي ذات اللحظة عززت الجبهات ولم توقف الحرب. وفقا للموقع بوست، ميليشيات الحوثي تقصف حي المنظر بقذائف الهاون وتفجر مسجدا بالحديدة. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في حي المنظر بمديرية الحواك جنوبية محافظة الحديدة. وأضاف الموقع أن الميليشيات تواصل عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، موضحا أن قصفها لحي المنظر خلف أضرارا بالغة بالمنازل والمساجد والمتاجر. إلى ذلك أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير مسجد شرق مدينة الحديدة بعد تفخيخه بالألغام والعبوات الناسفة. هل تريد إيران إنهاء أزمة اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب حسن فحص مقاله في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: في لقاء جمعني مع أحد كبار المسؤولين الإيرانيين في العاصمة اللبنانية بيروت التي وصلها في إطار زيارة رسمية مع الوفد المرافق لرئيس البرلمان، سألته وبكل ما للمباشرة من معنى: ماذا تريدون من اليمن؟ قال وبشكل كبير من الوضوح: نحن لا نريد شيئا في اليمن، بل ندعم المطالب التي ينادي بها زعيم أنصار الله والاعتراضات التي سجلها في طريقة تقسيم الأقاليم الذي أعلن بناء على اتفاق بين الرئيس صالح والقيادة السعودية، والذي وضع محافظات صعدة وصولا إلى صنعاء ضمن إقليم واحد أطلق عليه اسم إقليم آزال، الذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية من دون أن يكون له منفذ بحري أو حصة مباشرة في الثروات الطبيعية النفط. أستعيد هذا الكلام اليوم أمام المشهد الذي تحتضنه العاصمة السويدية ستوكهولم، وأن المعطيات الأولية التي تقوم عليها هذه المفاوضات لم تخرج عن الإطار الذي رسمه المسؤول الإيراني الرفيع قبل 4 سنوات في إحدى غرف فندق فينيسيا المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يمكن القول أن الطرف الإيراني يرى فيما يجري في ستوكهولم مؤشرات على إمكانية فتح نافذة للحوار مع الإدارة الأمريكية. هذه المفاوضات التي تحاول طهران استغلالها لفتح قوة في جدار التصعيد الأمريكي تنطلق من قراءة إيرانية تعتقد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحاجة إلى تحقيق إنجاز على صعيد الأزمة اليمنية، وبالتالي فإن وضع نهاية لهذه الحرب قد يساهم في إقفال ملف بات الاستمرار فيه غير مجد، بل يضاعف من الخسارة أمام رأي عام دولي بات يرفع الصوت عاليا لإدانة استمرار الأعمال الحربية في اليمن وما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة الأطفال. يغطي موقع مأرب بريس واحدة من المعارك التي تدور في صنعاء وهي دائمة الحدوث وسببها تقريبا واحد، وهو جمع الأموال. وقد عنون الموقع: استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، هجوم حوثي عنيف يستهدف منزلا بصنعاء. ولكن كيف انطلق هذا الهجوم؟ أقدمت عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية على مهاجمة منزل رجال المال والأعمال سامي جمعان بالعاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء بأن عددا من الأطقم الحوثية المحملة بعناصر الميليشيا المسلحة أقدمت على إطلاق النار بشكل عشوائي على منزل جمعان بعد تطويقه من جميع الاتجاهات بمنطقة الحي السياسي. وأضافت المصادر أن الهجوم على منزل الحوثي على منزل جمعان كان بزعامة القيادي في جماعة الميليشيات الإنقلابية المدعو أبو حسين، المعين من قبل الميليشيا نائبا لمدير أمن المنطقة الغربية بصنعاء. وأشارت المصادر بأن الهجوم
الهجوم المسلح على منزل جمعان جاء نتيجة عدم دفعه مبالغ مالية لعصابات الحوثي. يتابع الموقع: يعيش رجال المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانقلاب تحت وطأة الابتزاز الحوثي المستمر. وفي جولتنا بالصحف الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس، صحيفة لوفيغاغو عن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي قوله إن جماعته مستعدون لإجراء مزيد من المحادثات مع الحكومة اليمنية إذا تم إحراز تقدم خلال المشاورات الجارية في السويد بين الأطراف المتحاربة. وقال المتحدث للصحفيين: إذا خرجنا من هذا التشاور بتقدم في خطوات بناء الثقة بالإمكان أن نعقد جولة جديدة من المشاورات في الأشهر المقبلة. تقول الصحيفة الفرنسية: تجتمع الحكومة والمتمردون الحوثيون بالقرب من ستوكهولم لإجراء مشاورات تقودها الأمم المتحدة، هي الأولى منذ العامين والنصف الماضيين. هذه التبادلات ليست محادثات سلام رسمية، تضيف الصحيفة، ولكن الهدف منها هو تجديد الحوار بعد 4 سنوات من الصراع الذي خلف ما لا يقل عن 10,000 قتيل ونزوح ما يصل إلى 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الإمارات وحزب الإصلاح اليمني، نشوء تحالف. تحت هذا العنوان كتبت كل من باربرا ليف وإليانا ديليوزيه من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مقالهما المنشور في موقع المعهد. في ظل احتدام الحرب اليمنية بعد عام 2015، وجدت الرياض وأبو ظبي نفسهما تختلفان حول القضايا والعلاقات الرئيسية، مما خلق ديناميكيات سياسية غير مريحة على الأرض. ومنذ البداية كان السعوديون على استعداد للعمل مع أحزاب إسلامية على غرار الإصلاح لمحاربة خصمهما المشترك أي الحوثيين وتحقيق الاستقرار في شمال اليمن، وكانت الإمارات مترددة في القيام بذلك، حتى أنها اتهمت باستهداف أفراد الإصلاح بشكل كبير في جميع أنحاء الجنوب. يمثل اجتماع نوفمبر نقطة محورية بالنسبة إلى الإصلاح أيضاً في مواصلة لتقليده بالصمود من خلال التكيف، فمنذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي ضم الحزب اليمني شركاء غريبين غالباً ما أدت أهدافهم المختلفة إلى انقسامات داخلية، غير أنه لا يجب اعتبار الاجتماع على أنه صداقة مزدهرة، حيث أن أبو ظبي والإصلاح سيستمران في النظر إلى بعضهما البعض بنظرة الشك ولأسباب وجيهة. فالإماراتيون لن يغيروا حتماً وجهات نظرهم الاستراتيجية حيال الإسلاميين السياسيين، ولا يزال الإصلاح بحاجة إلى قاعدته الدينية. وبالنسبة إلى الإمارات فإن التفاهم مع الإصلاح يضمن نفوذه مع لاعب ربما يكون مناسباً في فترة ما بعد الحرب. وبالنسبة للإصلاح قد يبدو الادعاء العلني عن الانفصال عن الإخوان المسلمين مساومة عادلة في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يرغب الحزب في الحصول على حماية الإمارات في الجنوب حيث يندد به الانفصاليون عموما. لكن على المدى الأطول سيواجه الإصلاح صعوبة في الاستمرار من دون قاعدته الدينية والتي أتت بشكل رئيسي من جناحه التابع لجماعة الإخوان المسلمين. لماذا أثارت احتجاجات فرنسا كل هذا القلق في العالم العربي؟ يتساءل موقع دي دبليو الألماني في صفحته الرئيسية. ويقول الموقع: يلاحظ المتابع للإعلام العربي أن هناك قلقا متزايدا من حركة السترات الصفراء في فرنسا، فما هي دواعي هذا القلق وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين ما يحدث في فرنسا وبين الأحداث التي وقعت في العالم العربي في عام 2011؟ ومع اتساع نطاق مظاهرات حركة السترات الصفراء في فرنسا واشتعال الأحداث لتتخذ الأمور منحا أكثر عنفا، بدأ القلق يزداد في عدد من العواصم العربية. وسائل إعلام مملوكة للدول ومدونون عرفوا بدفاعهم المستمر عن أنظمة الحكم في بلادهم بدأوا في كيل الاتهامات لحركة الشارع الفرنسي، حتى أن بعضهم اتهم المتظاهرين بالتآمر مع جهات خارجية لزعزعة الدولة الفرنسية وتنفيذ مخططات تخريبية. وطبقا للموقع الألماني فإن أكثر ما أثار السخرية هو ما فعله الإعلام المصري من اتهام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر جماعة إرهابية بالوقوف خلف تلك المظاهرات بهدف إطلاق ربيع أوروبي على أمل أن تصل شرارته إلى العالم العربي. وتكررت في وسائل الإعلام العربية التي تسيطر عليها الدول كلمات مثل الفوضى وهدم الدولة وحرب شوارع
في رسالة تحذيرية لم تخطئها لا عين ولا أذن، هدفت إلى تخويف المواطن العربي من تكرار أحداث الانتفاضات العربية، بل إن بعض المغردين ادعى أن القلق وصل إلى حظر غير معلل في مصر على بيع السترات الصفراء للشركات. فرنسا تطلب من ترامب عدم التدخل في شؤونها الداخلية، عنوان لصحيفة البيان، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقات ناقدة على تحرك السترات الصفراء. لودريان أرسل رسالة لترامب في برنامج تلفزيوني قائلا له: نحن لسنا طرفا في النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا. وأضاف: نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا، ونريد أن يكون ذلك بالمثل. ترامب هاجم مجددا اتفاق باريس حول المناخ، معتبرا أن تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق. وكتب ترامب على تويتر: نهار وليل حزينان جدا في باريس، وربما حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس الذي وصفه بالسخيف والمكلف للغاية. ما تزال أحداث فرنسا والاحتجاجات فيها مسيطرة على وسائل إعلام العالم، وهذا هو حال صحيفة الديلي تيليغراف، والتي نشرت أيضا صورا متنوعة أخرى نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إذن ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف اليوم. نشاهد. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.